ومستمرون مع حضراتكم في تغطية خاصة من التلفزيون المصري لفعاليات القمة، حيث أجرت مفادة التلفزيون المصري الزميلة إيمان منصور لقاء خاصا مع وزير الخارجية الباكستاني بوتو زرداري، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27 من مدينة السلام، أول مدينة تتحول إلى الأخضر في الشرق الأوسط شرم الشيخ. المسؤولون والقادة في جلسات متعددة للوصول إلى حلول جذرية للتغيرات المناخية، وكل دولة لديها استراتيجيتها للقيام بهذا الأمر. معنا الآن وزير خارجية باكستان السيد بلاويل زرداري. السيد وزير الخارجية باكستان السيد بلاويل بوتو زرداري، شكرا لوجودك معنا هنا على التلفزيون المصري. ما تم إنجازه في مؤتمر المناخ 27؟ أعتقد من وجهة نظري أنه من وجهة أيضا الدول المتنامية فإنه مهمة جدا. ما تم تحقيقه من نجاحات في المؤتمر كبير، لأننا تمكنا أخيرا من وضع بند جديد وهو الخسائر في جدول أعمال المؤتمر، وهي نقطة مهمة جدا بالنسبة لدول كثيرة مثل دولتنا، لأن نحن تعرضنا إلى أزمات كثيرة، ومنها خاصة بآلية التمويل المتاحة، وخاصة فيما يتعلق بحجم الخسائر. لذا إن الأمر هذه جيد جدا ومن إنجازات المؤتمر الذي نحن فيه الآن. وربما هناك، نحن ليس باكستان الأول، ولكن ربما ستكون هناك دول أخرى وستكون هناك فرصة للتعافي من الخسائر. ماذا عن أزمة التغير المناخي في دول أخرى؟ دعونا الآن نتحدث عن باكستان أولا. بالنسبة لي حتى الآن، أن الأزمة الآلية بباكستان ليست قضية الغد، ولكن هي حقيقة اليوم. لقد تعرضنا لأزمة كارثية، وهذه الأزمة قد أيضا تأثرت بفعل الإنسان، وهي واحدة من الأزمات العالمية والثالثة التي تعرضت لها دولتنا، فقد تأثر منها واحد من بين 7 أشخاص في دولتنا، أيضا أكثر من 33 مليون شخص. وبالنسبة لنا أنه يعني أن نعمل الآن مع الدول المتطورة والدول النامية والدول المتقدمة لإيجاد الحلول في ظل حياتنا الآن، وإلا لن يكون هناك عالم ولا كوكب لنعيش فيه. هل هناك فرصة للتحول الأخضر، الطاقة الخضراء؟ نعم، التحول الأخضر مهم جدا، ليست فقط لنا ولكن أيضا للكثير من الدول، وخاصة لأن باكستان تستورد الكثير من الطاقة الهيدروجين، ومنها لابد أن نستثمر أيضا من الاستثمار من الطاقات المتجددة مثل الرياح والشمسية في بلادنا، وأيضا في عملية إعادة هيكلة، وأن تكون هذه الفرصة من أثناء الأزمة أن نركز على الطاقات، على أنواع الطاقة المتجددة. هل هو من الصعب أو من التحدي لنا خاصة في ظل الحرب الأوكرانية؟ هل ترى هذا التحول صعبا في ظل الحرب الأوكرانية؟ أعتقد أنه معروف للجميع. إذا نظرنا إلى الموقف الاقتصادي على سبيل المثال، لدينا جائحة COVID-19 وأزمة أوكرانيا، كلها أثرت على الاقتصادات، حيث في الشرق الأوسط وفي الغرب والشرق وفي الجنوب والشمال. إذا ليس هنا وقت للصراعات الإنسانية، لابد أن نتحد جميعا ونجابه هذا التهديد البيئي والمناخي، وأن نركز على هذه الحلول، وليس وقتا للحروب. لابد أن نسعى إلى حل هذه الأزمات، لن تكون هناك كوكب نعيش عليه. لذا هناك التمس وأدعو جميع كل الدول أن تسعى إلى عملية الحل الدبلوماسي وحلال السلام. هل هناك رسالة منك للعالم من هنا من مؤتمر الأطراف 27؟ ماذا تقول للعالم؟ رسالتي نقول ما رأيناه حدث في باكستان، الأزمة المناخية كبيرة جدا، ولن تبقى ولن تظل ولن تتوقف عند باكستان، وربما هي اليوم باكستان، ربما تكون أي دولة أخرى بعدها. إذا لابد علينا أن نفهم أن نكون أكثر استعدادا لهذه الأزمات من هذا النوع ومن هذا الحجم. شكرا لك معالي وزير خارجية باكستان بلاويل زرداري، شكرا لك.